اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من هورايزن الغرب المحظور. هسه متابعه. زين هسه اصدقائي حنروح على المهمات الجانبيه شويه حتى نطور قدراتنا قدر الممكن قبل ما نكمل المهمه الرئيسيه. عندنا الجانبيه الرئيسيه يبقى هذا مستوى 30، مستوى الرئيسي يعني مستوى عالي فيحتاج نطور نفسنا. يلا عندنا وادي الموتى مستوى 28 نروح له، بعيد نوعا ما هو شويه بس خلينا نحدد على الخريطه لحظه هو صاير وين 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 احنا. سفر طبعا الى ماكو يعني قريب كلش منه بس مستوى زين، هذا هو السفر جيد حلو زين. نروح على لحظه وينه، هاي انتقال مجاني، سافر الاقرب نقطه له، اقرب مخيم له هو هذا التنقل. زين هسه نحدد مكان على الخريطه حتى نشوف ايش قد بعده. مو كلش، لا والله بعيد شويه فنحتاج المركوب. ما طلع عندنا المركوب، ما عندنا مشكله الموضوع سهل. لحظة خلنا ناخذ خشب، ما عندنا ابد خشب قبل لا نروح بالمركوب، نحتاج هواية خشب. قبل لا نصعد لان فقدنا هواية خشب، نحتاج بعد خشب قدر الممكن. عالق هنا نوعا ما، خلنا نشوف اذا اكو خشب بالطريق، اكيد نلقى خشب بالطريق. صرنا موارد هواية يعني. لحظة منه ننزل. يلا. يلا. نرجع نصيح المركوب. جيد نشوف بلكت اكو خشب بطريقنا، نحتاج خشب هواية. اي زين عبر. لا 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 لا، هاي مشكلة المركوب نعلق بمكان طريق. قاعدة المتمردين أخرى، علي القضاء على القائد. لحظة وين القاعدة؟ مو بعيدة منا كلش. لحظة وين هاي؟ يمكن هاي أعتقد لقبالي. لحظة خلنا نصنع أسهم أول شغلة. المهم مسألة هتكون مو صعبة. صنع اسهم قدر الممكن، صنعنا اسهم صعق جديده، اخذنا قوس جديد قوس صياد البرق. زين اوكي اتوقع هي القاعده اظن، يعني ما اعرف اذا صح او لا. لا هي هاي غيرها، اذا نمشي صحيح باتجاهها هي القاعده. نعبر من هنا نتسلق. اي هذول هم، ممتاز. بالنظر الى الدرع هذا الجندي هو المسؤول. نتخفى. هذه الحرب تشتيت، ينبغي ان نقتل افراد حاجه وليس بعضنا بعضا. رأيت شيئا يتحرك في العشب. اي تعي تعي تعي، القي نظرة القي نظرة هنا. نتعرض لهجوم، نحن بأمان. ما اعتقد انتي بأمان، هاي اقتنعوا الوحدة ستيلث. عندنا احد هناك،
قتلها مستعد هسه. خلينا نشوف الموضوع اذا لك الاعداد موجودة. اعدادها مو هواي على اي حال، موضوع سهل يعني. هذا شك بيه هذا. يروح الشك اي زين. بس يدور وجهه انه عاجبه. يلا بسرعه يلا يلا. هو انذار خاطئ، انذار صحيح. ممتاز. حلو اسلوب الستيلث. رهيب. نشوف وينك عندنا اعداد بعد. هاي شنو هاي؟ قد يحدث ضررا. استغل الدخان حتى نسلل. نشوف اللي يجي. هذا نقدر ستيلث، نقدر نقتل ستيلث هذا القائد مالتهم. لا خلانا نقدر نقتل ستيلث. لا جملة أعلى. لا خليه يتقرب شوية له. نوجه له نشمر صخرة. اي لا هذا نقدر نقتله. لا بعد مجال بعيد. اقتنى القائد مالتهم. سأتفقد القلائد. أوقعنا بك. إنها الغريبة إيلوي. لا لا خلاص خلاص خلينا نشوف شلون حصيبني. لحظة لحظة شنو شنو؟ والله عدادهم طلعت هواية. يلا يلا لا مو كتل. والله أسلحتهم قوية طلعت. هاي شنو هاي شنو؟ لحظة 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 عدادهم هواية ومتوقع. هذا قضينا عليه. هذا قضينا عليه ممتاز. لا لا. مشكلة مشكلة مشكلة. لحظة. صنع مواد جريد. تفجيرات مواد جريد. اقدر شوية. لا لا هف. اتوقع لازم ننسحب. اتوقع لازم ننسحب مبدئيا. لازم ننسحب. ماكو ما طاقة عندي للأسف. كنت علاجي ما عندي. خلنا ننسحب شوية مبدئيا. والله طلعت القاعدة قوية. حلقة. شفتوا علاجي بالمكان. القائد لديه قلائد علي التحقق. ما ركت انا القائد او لا. مشكلة ما عندي طاقة. بس هم نفس الوقت ما عندي حل غالبا. دم ما عندي هواي للاسف. لحظة لحظة انزل من التشارجر. خمس ستيلث ممكن نقتلهم.
ننهب الموارد مالتهم ونرجع. اكو هنا كان مكان تسلق اتذكر. وين كان هذا المكان؟ هسه نشوف الموضوع. ليش كلها حجر حجر حجر؟ لأتفقد جثة القائد لأرى لو معه قلائد. لازم نحذر هنا. أنا أحتاج توت بري. ليش من أحتاجه ما ألقاه؟ أي هاي المنطقة ما بيها توت بري هواية. مشكلة. والله استنى أعرف وين مكانهم هما. ما هنا صاروا. بس لازم نحذر. زين. نحذر. نشوف بس اريد ال صناديق مالتهم شي ناخذ منها توت علاجي. هاي شنو هاي؟ اي فرشة علاجية ممتاز. هتكمل لنا الهيلث مالتنا. زين جيد. هذا الروبوت شو نقاط ضعفه؟ والله ضعيف ضد الماء المقدس. يعني نصنع فخاخ ماء مقدس. متفجر. فخ ماء تطهير. نصنع فخ ثاني. خلينا نشوف اذا نقدر نصنع اي. نقدر نصنع. خلاص هذا صنعنا فخين. علي تجربة شيء اخر باستثناء النار. اذا نقدر نوجه له ستيلث يكون ممتاز. نقيس الموضوع ونشوف شلون نقدر. كلها صخر. شو نسوي بالصخرة؟ لا اريد توت علاجي. زين نشوف اعدادهم. عندنا هذا. هذا راح يجي منا. انا نوجه له فخ بالمكان اللي هو يجي بيه. نصب له فخ مع مقدس. حنوقع بيه. بس لازم احنا هم نحذر لان طاقة ما عندنا هواية. هيوقع بالفوق غالبا. لابد ان هناك مرجلا اخر به معنا. دمرناه. لنستهدفها. استخدم هاي الاسهم. لا 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 شنو هالحركة هاي؟ واو شنو؟ هاي بس خلنا نخلص من هذا الروبوت. مو بقى له شيء. هو دمرنا الروبوت. أخيرا السعادية. بس هيد شوت أثر على صورة قوية. لا قضيت عليه. هذا هو ممتاز. خدنا صحة. نذهب الروبوت. هذا هو يفضل. خلنا نختل ولا راح نكشف. وينهم بالله؟ والله اعداد مو قليلين. اعداد هواية. ثلاثة جوي. ضعيفين ضد الحمض. غير تقولوا لي. جيد بس نقضي عليهم بصورة مميزة. نقطع عليهم واحد واحد. بسم
نستخدم الحجر. خلنا هواية حجر. ما وينهم؟ لنحرص على أن يندم العدو على البقاء. علم. علينا العثور عليهم. ما راح تعثرون علي قبل ما تموتون. هذول اثنين ما نقدر. لازم نفرقهم شوي قبل نقتلهم نحاول. ساعدني احد هنا. عارف ليش قاعد يدور هنا وقاعد يشمر الحجاره هنا؟ سنقضي عليهم بطريقه مثاليه. لنستعد لعودتهم، اتفقنا؟ اي تعال تعال هنا، تعال هنا. بس هذا تنبه زين. تعال 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 تعال. قضينا على صاحبهم. أنا في أمان. بقوا اثنين. خلنا نهب صاحبهم. ممتاز. أريد مراقبة كل اتجاه. يأتي أخطاء. بس أي هو أنا. قد تجي يم الجثة. اي تعي 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 هنا 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 هنا. استدرجها على الجثة ونقتلها. اكو جثة اكو جثة. قضينا عليها خلاص. هذا هو بقات شخص واحد هسه نقضي عليه. هذاك هو بقى شخصين والله يمكن. لازم نلزم الحذر وياه ونقتله بالطريقة المثالية. نشوفه وين متجه ونقضي عليه. حركة هناك. إذا أنت الدخيلة. ما راح تلحقين تقولين. معقولة ما ماتت؟ لا يلا عاد انا عليه شاء الله. من الافضل ان تذهب. وين هاي وين وين هذول؟ نحضر الطاقه للاحتياط. وين هم؟ دخلنا الدخان حتى بس نتخفى. نزلنا هسه نشوف البقية الموجودين هنا. قد قابل يعني راح تبقين هنا. نستخدم الدخان اللي هناك. ليتني رأيت وجه الفيكاري عندما فجرنا محطم الصخور ذلك أمام عيني. وبالتأكيد ميزتني عن الآخرين. راحت هاي. أعلم أنك هنا. ما شاء الله تعلمين أني هنا. لن تفلت. أتنوين قتلهم؟ إذا نشوف إنه ما راح يفلت. ما طول دمرت الوجه. استهداف سهل هسه. المتمردون لن يزعجوا أحدا. قضينا عليهم كلهم. قائد ماتهم ما أدري وين راح صراحة. ما عندي فكرة. هاي منو ميت هنا؟ قائد القاعد. لقلائد التعريف
رأيت تيناكت يحملونها لكن ليس بهذا القدر. استولى المتمردون عليها ممن قتلوهم. سأحافظ عليها الآن. سأكتشف ما أفعله بها. هسا نروح لمهمتنا وربنا دمرنا القاعدة والمتمردين. انزلاق. بس ننتبه من الروبوتات، أخاف الروبوتات. مكانه صار قريب مو بعيد. قريب انه صار من المهمة. اتوقع المهمة الجاية صعبة شوية ممكن. ايش يصير؟ المهمة وادي الموتى. لابد انه مدخل وادي الموتى. ننزل هنا أنا، بس لازم ننتبه نجمع أغراض إذا أكو. قدر ممكن خلينا نشوف إذا أكو فرش علاجية أو شيء. زين هسه خلينا ندور فرش علاجية، ندور أخشاب بك تشوف شنو أكو. ومعها تيناكت مفقود. ليش ماكو فرش علاجية بالمكان؟ هاي وين؟ ها فوق. مارشال إيفيرا، علمت بإرسالك لإنقاذ تيناكت داخل الوادي. أنا أظنك إحداهم. أين البقية؟ لم ينجو. اضطررت لمقاتلة روبوتات لأخرج كينالا. تم إغلاق الوادي منذ شهور لسبب. تجمعت الروبوتات بأعداد وكأن شيئاً يجذبها. ناهيك عن الأضواء اللامعة على الساحل. الوادي ملعون، كان علينا ألا ندخلها. إن كان الوادي محظوراً لشهور، لما دخلتم؟ أردنا بدء الاختبار. الوادي اختبار لجنود عشيرة السهل. النجاة لعشرة أيام والقضاء على أي روبوت يعترضهم. قد خطط داكس. كنا سنقضي على الروبوتات جميعها إلى أن نخلي الوادي وتحترمنا العشيرة. لكن انفصلنا عن يفاكا بعد اليوم الثالث، ثم قطعت الروبوتات عنا الطريق. حين وجدتنا المارشال إيفيرا كنا مصابين وبلا مؤن. شنت الروبوتات هجوما ونحن نهرب. داكس كان خلفنا لكن عجز عن الركض بسرعة. سين. روبوتات كثيرة متجمعة، هذا سيء. سأتفقد الأمر وأرى ماذا أفعل. سأتي معك وأقاتل معك. لا، من الأفضل أن ألقي نظرة. ثقي بي، هذا أفضل. هذا إن كنت مصرة بدخولك الوادي نحو الجرف والشلالات جنوب الشيطان المعدني. ستجدين الروبوتات هناك. حسناً، شكراً. سنستريح ثم نتجه للطبيبة بحافة الخريف. اضربي مثل العشرة يا إيلوي. زين، بين المهمة مو سهلة. إيراد نجمع لها عتاد قدر الممكن. ذهب إلى مواد الموتى. أول شيء نأخذ فرش العلاجية إذا أكو. أخذنا فرش علاجية. في اللي هنا زين كافي. 9 فرش علاجية. زين. هسه لازم نكمل طريقنا من هناك. خلينا نشوف لازم مين نطلع. لحظة. نصيح المركوب. هناك نصيح المركوب. صوت غريب. لحظة لا يطلع. فرشة علاجية ممتاز. خشب. احتاج هواية موارد. فرشة علاجية هواية نحتاج قدر الممكن حتى نقدر نصنع.
خلنا نصنع جرع حتى دائما ما ينترس عندنا. ممتاز، وايد توت علاج هنا. لا لا لا، شنو 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 هذا؟ لا 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 لا، مو هذا مو هذا مو هذا. مرت ورط ويا هذا يا حبيبي، مرت ورط ويا هذا. خلينا نشوف نقطة ضعفه شنو. ضعيف ضد شنو؟ ممتاز، السعق. هي هي هي، ضربة خطيرة. لا 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 لا، ضربة خطيرة، ضربة خطيرة ثانية. لا لا لا، موتك موتك انت، موتك الثاني. لا 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 لا، موتك انت الثاني. على اي حال، وجهتنا احنا مو منا، دمرنا روبوتنا والروبوتات. نكمل طريقنا هسه. بس لحظة، من الطريق مثلا يمكن نقدر نتسلق. لا، مين لازم نصعد؟ نشوف نلقى طريق. لازم نصنع بعدها فارتنا السعب كلش هواية. نظل ماشيين غلط. قرش علاجية قدر الممكن، لأن هواية نحتاج. جرابي ممتلئ لكن حقيبتي ستسعها. حلو، قدر الممكن ما طول نقدر ناخذ قرش علاجية. خلنا ناخذ، لأن هواية راح نحتاج، مو دائما نلقى الفرش العلاجية احنا. لحظة، شنو المكان؟ لا هيج، لا لا، اكو صندوق يمكن. اي حلو، ممتاز، لقينا صندوق بايتم. ممتاز، زين، نرجع لازم المكان ذاك. لحظة، النار المخيم منا وننتقل نقدر. لازم نمشي بالطريق الصحيح والا ما راح تضبط سالفتنا. بس تنتبه من الروبوتات، انتبه من هذا الروبوت. زين، خلينا نشوف. لا لا، لازم نمشي هيك يمكن. وين نمشي؟ لازم اي منا، لازم طريقنا، لازم نمشي على هذا الطريق حتى هذا روبوت. اكو روبوتات، اكو مو روبوت بس روبوتات. لازم نحذر والا راح. خلنا نهرب بسرعة والا هنصير طعم الهم. تفضل، نهرب بسرعة. شو بدنا نمشي صحيح اصلا؟ لا لا، مو هنا، لازم من ذاك الطريق نمشي. لازم نحذر قدر الممكن والا حنصير. شنو هذا الصوت؟ ما ارتحت للصوت. شنو هالاصوات الغريبة؟
لا لا لا، مو هذا روبوت، مو هذا روبوت. نخ، مو هذا الروبوت ابد. هذا خلينا نشوف اذا يمشي صحيح. اي يمشي صحيح. روبوت، يلا تعال بسرعة 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 بسرعة. هنشوف بدنا نمشي صح. أكيد هيك لازم نمشي. طيب نمشي على الخط حتى نقدر نوصل لوادي الموتى بمنطقة سهلة. اي نسقع نمشي صحيح. لازم ننتبه لان شكل هذا الموضوع مو سهل. هم وقفنا احنا هنا. منا بس اتوقع لازم نتسلق. اي صعد منا على الدرج. بعدين الدرع تلهب جسمي من الحر. وصلنا. لا لا يلا صعدي. جيد لازم ننتبه شوية. زين عندنا احنا شوية موارد بس هاي زين. على اي حال ظهرها شلون؟ اي شلون نصعد منه؟ ها لحظة هاي اسوي منه. هاي منه ولهنا نصعد فوق. نصعد فوق هم لازم منا نتسلق على لحظة. لا نصعد هسه فوق. اصوات مو مريحة ابدا. لحظة اشوف. وصلنا زين. هم بعد لازم نتسلق يمكن. هذا شنو؟ نتسلق لوادي الموتى. تقريبا وصلنا بس شكل هالمهمة مو سهلة. يعني هواي روبوتات مثل ما قالوا. نشوف الموضوع وين. شو السالفة جوا يعني لوين؟ اعتقد ما اعرف اذا هو او لا ما ادري. زين اتوقع هسه بدنا نطلع عبر صحيح لو لا ما ادري. اي اتوقع صحيح نطلع عبر. اعتقد نطب وادي الموتى. لو منا ماكو شي ما ادري. صعود بس ما اتوقع الصعود يعني. شو والله علي التسلق الى اعلى. هذا مرهق بحق. زين خلينا نتسلق والله الاعلى خلينا نشوف شنو الموضوع. اتوقع منا صحيح كان نمشي. وصلت الان لاعثر على الشلال والجرف جنوب حورس. ذكرت إيفيرا تجمع روبوتات فتاكة بالقرب. لازم نحضر كل شيء احنا. نحضر كل الأشياء اللي عندنا. لما الروبوتات بالضبط ايش راح تكون؟
فرحة مضي عندي زين. فخ حمضي متطور، لا نقدر نصنعه. خلينا على هاي. روبوت مقتول كان قويا. زين روبوت ميت لقينا، روبوت ثاني ميت، روبوت ثاني ميت. لا يقتل هذا الروبوت بسهولة، يجب أن أحذر. أنا يعني روبوت أقوى منه بهواية، وروبوتات هواية، ما ندري لحد الآن شنو الموضوع. فرد تيناك تميت، لابد أنه داكس شقيق زاكو. لازم نحذر. الدنيا ليل صارت يا حبيبي، ما أحب القتال بالليل. أضواء لامعة، إنها قاعدة زينة. يبدو أن لديهم درعا حول المكان، سيقيمون قاعدتهم على جزيرتهم. لنركز على المشكلة الحالية، لأستكشف الأماكن التي ذكرتها إيفيرا قرب الشلال الكبير وجنوب حورس على المرتفع. يا حبيبي هاي شنو قاعدة كاملة؟ أستطيع استخدام ذخيرة السعف ضد ذلك الروبوت. جهز ذخيرة السعف للاحتياط. زين بس احنا وصلنا وبعدين. أهو الشلال وروبوتات قاتلة كما أخبرت. لو كنت محقة فيوجد هنا جهاز استدعاء سيعثر عليه مثلاتي. ذهب إلى منطقة جنوب حورس، قتل الروبوتات القريبة من الشلال. يا حبيبي هذا شنو ضعيف ضد شنو؟ هذا حمضي ضعيف ضد السعق، ضعيف ضد السعق. إلى فوق حمضي، لا توجد بيانات متاحة. نحط في فخ سعق. لحظة احنا ايش الموضوع نخليه بهالطريقة؟ فخ سعق رأسي، خلي فخاخ، خلي فخين السعق، نجهز وظيفة السعق بشكل كامل حتى من يهاجمونه احنا مسيطرين. ذاك هم سعق ممتاز. خلي الطاقة انفجار. نحطه هنا على طريقة. حتى من يهاجمنا هم هنا احنا جاهزين له. احتاج المزيد من الذخيرة. هاي السعف متطور. احضره. جهزنا فخاخ السعف ممتازة. حيمر عليها لو بسرعة. نروح ندمرة حربة خطيرة. جرده
المنطقة آمنة. لنرى لو سأجد جهاز استدعاء. فخ الصعق وين راح الثاني؟ كلها منفجر اتوقع. جيد. خططت لها المهمة بشكل صحيح. صارت سهلة. ممتاز، موارد ممتازة حصلنا. جهزنا كل شيء. زين. اتوقع هذا ميت. قرب الشلال. اها هنا انا يعني. جهاز استدعاء. جهاز استدعاء، هذا ما ظننته. لكنه يبدو متقدما. لألقي نظرة عن قرب. سوف تجاوز جهاز الاستدعاء. البيانات هنا يبدو سجلا من شيء يدعى جولياس. أهو خاص بزينة؟ يقول ثمة إبادة الحشرات المحلية. لذا كان يجذب الروبوتات لقتل المتسللين. جهاز الاستدعاء مغلق. سأتوجه إلى الجرف جنوب حورس. قد أجد جهازا آخر. جيد. شوف في صندوق هناك. صندوق. زين. اكو هنا منين نتحرك؟ لازم ننزل. لازم. احنا شو الصوت؟ اصوات روبوتات. وضع مو لطيف. لا ها قاعد نمشي بالعكس. لازم نمشي هيك شيء. زين خلنا نشوف مشيتنا. لحظة مين مشينا؟ لازم منا انا. لازم ننزل. أظنني في المكان الذي ذكرته إيفيرا. يوجد روبوتات ميتة. جهاز استدعاء بالجوار سيساعدني مسلوتي في العثور عليه. سكر روبوتات مو لطيفة. قتل الروبوتات القريبة من حارس. يا حبيبي روبوتين. مشكلة ثلاث روبوتات، يعني ثلاث روبوتات احنا لازم نقاتلها. الموضوع مو سهل، وهذا الروبوت بوحده اصلا قتاله صعب. خلينا نشوف هاي شنو الحاوية اللي هنا. شنو اكو حاوية؟ اكو المكان حاوية حمض. لا مو رابجر. قطط خطاف. حاوية ماء مبرد. سبيرو باك حمضي. لازم نلقى خطة نقتلهم اثنيناتهم. الموضوع مو سهل. اثنينهم بمكان واحد. اثنين من اقوى الروبوتات. نبعد فوقها هذا. غامر السماء. هذا ده ينزل بالقاع يعني يقدر.
شك بينا هذا الروبوت. مشكلة حتى حركتنا كل الصعبة صار قتال ذولا صعب جدا. صنع قدر ممكن جديد نحتاجه لأنه لازم نحذر، لازم نلقى طريقة نقاتلهم بيها بسهولة. شلون راح نقاتلهم ثلاثتهم؟ والله هذا اللي يطير بالسماء سهلة سالفته، بس ضعيف ضد الصقيع. بس المشكلة بهذا الفيل، لحظة الفيل خلينا نوجه له ضربات رأسا. مشكلة ما اقدر حتى نتسلل، موضوع نتسلل. خلاص 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 فجرنا هسه. اسهم صقيع، هذي خلص الاحتراق مالته. شفونا ما بيها مجال بعد. اسهم حمض خلينا، لان هذا السم احترق حاليا. نوجه هذا اسهم حمض. هاي شنو هاي شنو هاي شنو؟ هذا الروبوت صراحة كارثة. احاول اخليه يجي لهنا. اريد ان يجي لهنا. ماكوش مستوى ضربات. لا لازم يوصل لهنا. دمجني بطريقة سيئة. الحمض صابني. الحمض. ها شكو. لحظة، شنو هالأسلحة هاي كلها؟ لحظة، أسهم جليدية. عندهم مستوى أسلحة متطور كلش. لحظة خلنا شوف نقاط الضعف مالت. اي لحظة، أسهم جليدية احنا مستخدمين. المفروض لحظة خلنا نستخدم هاي. تأثر عليه بشكل كبير، ما تأثر عليه ولا كأن. فجرناها. استخدم الأسهم المتفجرة. استخدم الأسهم القوية. لحظة لا، هاي البرزلة برزلة ضعف برزلة. هاي الألياف اللي هنا أتوقع نقطة ضعف عليه. ما نقدر نصنع جريد بعد؟ لا للأسف. ولا جريد حلو استنزفه بنسبة زينة. يلا ما بقى له شيء ويوقع. دمرنا اسلحته كلها. لحظة شعدنا اسهم. اسهم الجديد نقدر نصنع. اي زين. لازم نخلي على الهيلث الاحتياط، اخاف نحتاج. نصنع اسهم، نجهز اسهمنا من جديد. اسهم الحمض جاهزة. جيد، الاسهم القتالية هاي جاهزة. قدرنا نقضي على الماموث. زين بعد شو نصنع؟ هذا هو. ايش بقع؟ وين بقع؟ يمكن ذاك مات.
اتوقع ذاك مات. ابقى بس هذا اللي داي يطير سنقضي عليه ونخلص منه. مغامرة السماء بقى بس. لحظة، مغامرة السماء ضعيف ضد شنو؟ حلو حلو. بس نقضي على مغامرة السماء. نضرب هاي ال المحاولات الطاقة اللي عنده. هو طبعا هيضوجنا ويدوخنا بشكل. هسه يلا. هي انقضى عليها. صار خطيرة. هاي اخوينا عليك. هذا بعده. بس يلا على الاقل قبس هو. بس والله دمه شبه كامل يعني، ولا مو سهل نقدر له. هنجهز اسمة الحمض وراح نقضي عليه. براميل الحمض موجودة. صورة شاشة مثلوتي مشوهة. لا أنا أقصى هي. بسرعة حمض بسرعة. ما بقى له شيء. خوش مكان. نصنع على هذا. نستنزف السلاح مالته. لا. جهنا على ضرب. هذا مكان ممتاز. الحمض هسه يستهلكه. لحظة. مكان ممتاز. خلصت هاي الأسهم. لا اهم شيء ندمر السلاح مالته بعد ما عنده قوة. فقد مركز القوة مالته. خلص وقعنا سلاحه. نوقع مستوى الاسلحة مالته. بس نوقع اسلحته وانتهى شغلته. بعد ما عنده مستوى اسلحة نفقد مركز قوته. خلصت الذخيرة. نرجع نلود الذخيرة مرة ثانية. والله قوي، كلش قوي هذا. أقوى من الماموث. الماموث مات بطريقة أسرع. ندمر السلاح مالته الثاني بعد انتهى سالفته. هو صار ضعيف كلش. هذا المكان اللي خبناه روعة. ضينا على اسلحته. صارت نفسه هو نقطة ضعف. تحول نقطة ضعف لنفسه. زين بقت عندنا. ها عندنا اسهم حمضية. ما نقدر نصنع اسهم حمضية بس نقدر نأثر عليه قدر الممكن. هاي نقاط ضعف. اذا نضربها راح تشكل نقاط ضعف عليه بنسبة كبيرة. نضرب الليزر مالته. ما بقى له شيء. راح ندمره. اذا نضرب الليزر مالته ندمره.
استهدف نقاط. رجعنا الليزر مات الاول. خل الليزر الثاني. حينتي هو. قتله ضربة واحدة بالزايد. لحظة نشوف اكيد اكو اسهم بعد قوية ثانية من نوع ثاني. هاي الاسهم شوية اقوى يمكن. وجهنا رأى. ما بقى على شيء. دمرنا الدرع مالته. حمض حنقضي عليه بوقت قصير. لحظة نشوف نقاط ضعفه بعد وين. بقى جهاز الليزر مالته هذا. قضينا عليه كليا. هذا هو ممتاز. لقينا مكان تمركز زين وقضينا عليه بأسهل طريقة. طبعا ناخذ هواي اشياء اكيد يعني ما نوفر كل شيء. ناخذ كل شيء كسبناه. ماموث اخذنا مالت الاغراض يمكن. لا لا اخذنا يا حبيبي. واخذنا اغراض الماموث. بس نروح الجهاز ناخذ القطع هاي. طبعا هاي لا سلاح قاعد الاقراص. مدفع الناب. مدفع الناب. ناخذ نباتات. اخذنا شويه نباتات. هاي هي. قضينا على اثنين من الروبوتات قويه كلش. حسنا علي اغلاق هذا الشيء. سجل اخر غريب من جولياس يذكر هذا وجود جهاز استدعاء ثالث بالقرب. علي تفقد الامر ويبدو انني محقه. الزينث تركوا هذه الاشياء لاستدعاء الروبوتات وحمايه قاعدتهم. ناخذ خشب قدر الممكن لان هواي فقدنا اسهم. زين حلو. صنع اسهم. صنع اسهم قويه.